تشاهدون الآن في رحاب الأزهر للأستاذ محمد السجيني. والرحمة الغراء بالخيرات تهدينا. بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك في رحاب الأزهر. والحقيقة أنا يعني بسأل سؤال قبل ما أبدأ هذه الحلقة، إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل في مصر دلوقتي؟ إيه الخناقات دي؟ إيه المعارك ديت؟ إيه المظاهرات دي؟ إيه سوء الخلق اللي بدأ ينتشر في مصر في هذه الفترة؟ إيه الاعتراض ده على كل حاجة بتحصل في هذا البلد؟ ليه الناس خايفة من كلمة إسلام، خايفة من كلمة شريعة؟ بيرعبونا ليه وبيرعبوا الناس بكلمتهم بأفكارهم؟ بيطلعوا على البرامج بالليل بيكلموا كتير قوي قوي وكلام بدون أي داعي، لكن هم الهدف الأساسي ليهم إن هم يأثروا على شبابنا، يأثروا على أبنائنا وبناتنا، يأثروا على هذا الشعب ويعملوا بلبلة في هذا البلد. إيه اللي بيحصل في مصر؟ فرسائل مصرية النهاردة هنقدمها لحضراتكم من خلال هذا البرنامج المبارك في رحاب الأزهر. والحقيقة أنا يشرفني أن أستضيف لأول مرة القارئ الشيخ محمد المهدي شرف الدين، قارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون ومقيم الشعائر بالجامع الأزهر. أهلا وسهلا شيخ محمد. أهلا لك المستمعين. منور يا حبيبي. بارك لك يا أهلا بيك. وأيضا معي هيكلمنا إن شاء الله عن هذه الرسائل المصرية وبشريات كده هنتكلم عنها النهاردة مع الأستاذ الدكتور الفاضل السعدي نصر خبير التنمية البشرية. أهلا بك يا دكتور. يا مرحبا حضرتك. يا أهلا بك. يا مرحبا. أهلا وسهلا. يا مرحبا. شيخ محمد ما تهدينا شوية في الأول، أنا متعصب قوي كده، عصبي النهاردة كده بسبب الأحداث اللي بتحصل في مصر. ربنا يسر. تهدينا كده بابتهال جميل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا هجرة المصطفى والعين باكية. يا هجرة المصطفى والعين باكية، والدمع يجري غزيرا من مآكيها. هاجرت 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 يا خير خلق الله، من مكة بعدما زاد الأذى فيها. هاجرت يا رسول الله، هاجرت لا
لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها هاجرت هاجرت يا رسول الله لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما بواديها هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها هو الإمام هو الإمام هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها يقول في الغار لا تحزن لصاحبك فحسبنا الله فحسبنا الله فحسبنا الله ما أسمى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع الله الله يكرمك شيخ محمد وبارك فيك يا رب بسم الله ما شاء الله عليك بسم الله ما شاء الله عليك روضة من الجنة والله ما شاء الله ما شاء الله اهلا يا دكتور يا مرحبا بحضرتك اهلا بيك انا منفعل عشان اللي بيحصل في مصر ده نعم. وزعلان نعم. وكلنا زعلانين الحقيقه انه الحقيقه انه في مجموعه من الناس ومع الاسف المصريين هم اللي عايزين يكونوا او يشكلوا الراي العام في هذا البلد خايفين من الدين ليه كلمه اسلام بترعبهم ليه عايزين كده نتكلم في هذا الأمر وتوجه كده لحضرتك رسائل للآباء للأمهات للشباب وأنا أعلم أنه يعني هذه الفئة اللي بتعبئ الناس ليست من زبائن القنوات الدينية فأنا عاوزك تكلم الناس المحترمين جدا اللي بيشوفونا دلوقتي في قناة الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد النبي الأمي الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ رسالتي الجميلة العظيمة إلى شعب مصر العظيم الرائع الجميل هذا الشعب الذي طالما صبر على كل ما حدث له هذا الشعب أرسل له رسالة إيجابية رسالة تبشيرية من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا عاوز أقدم رسالة وأقدم مع الرسالة شعار هذا الشعار بنقول فيه كلنا بنحب مصر لازم نحب وطننا وحب الدين أو حب الوطن من الدين الرسالة اللي عاوز أوجهها هوجهها لكل شخص في المجتمع عاوز أبدأ
بأول رسالة، رسالة تقدم إلى المعلم. هذا المعلم هو بني الأجيال، هو مؤسس الفكر. وصدق الأمير أمير الشعراء أحمد شوقي عندما قال: أرأيت أفضل أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ ذاك هو المعلم. هذا المعلم الرائع لابد أن يستشعر الرسائل الإيجابية لدى أطفالنا ولدى أولادنا في المدارس، ويقول لهم خلوا بالكم من بلدكم، خلوا بالكم من وطنكم، خلي بالكم من نفسكم. بلدنا دي بلد عظيمة وبلد رائعة وبلد أم الحضارات وأم الأديان، مصر العظيمة. مصر العظيمة هذه عاوز أقول لمدرسنا ولمعلمنا ولمؤثرنا: خلي بالك وحط إيدك على قلبك بحب، بروحانية عالية، بتقدير، باستلهام الطاقات. المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما مر على سيدنا عبد الله بن عمر وقال: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. فماذا قام عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان بعد هذه المقولة لا يقوم، كان لا يفطر عن قيام الليل رضي الله عنه وارضاه. هذا المعلم لابد أن يستشعر ملكة الخيال عند أولادنا علشان يقول لهم أنتم ممتازين، أنتم رائعين. ودايما بكرر في لقاءاتي في محاضراتي مع أولادي ومع أبنائي وبناتي رسالة محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية. هذا العظيم الذي علمه وأدبه معلمه، هذا المعلم كان دائما يستشعر ملكة الخيال عند هذا الولد الذي استشعر فيه أن يكون في يوم ما فاتحا لهذه القسطنطينية. فكان كل يوم ياخده بعد ما يعلمه القراءات والحكمة والشعر، ولابد علينا أن نعلم أولادنا ونعلم بناتنا الحكمة والشعر المهذب المنظم المرتب. فكان يأخذه كل يوم عند الخليج ويقول له: يا محمد، أترى هذه البلدة؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: نعم القائد قائدها ونعم الفاتح فاتحها. يا محمد كل يوم يديله رسائل إيجابية علشان يستشعر فيه ملكة الخيال ويكون فاتحا لهذه البلدة العظيمة. الذي عندما سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عندما قال وسمع أبو أيوب الأنصاري هذه المقولة ذهب، وهو الآن مدفون على أسوار القسطنطينية، قبر أبو أيوب الأنصاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه. محمد الفاتح بعد فترة بدأ يفكر فتح القسطنطينية، بدأ يفكر وفتح القسطنطينية وعمره 23 سنة. من الذي بنى هذا؟ هو المعلم، حبيب المعلم، عزيز المعلم. استشعر ملكة الخيال، خلي ملكة الحوار الدائمة بينك وبين الطفل وبينك وبين الطالب علشان تقول له: أنت طالب عظيم، وكيل له المدح كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكيل المدح للصحابة كيلة. فكان يقول على سيدنا حمزة: هذا أسد الله، وهذا خالد بن الوليد، هذا سيف الله المسلول، وهذا أمين الأمة، وهذا وهذا، حتى صنع رجال عظماء اللي هم بيقول عنهم دلوقتي في اليابان فريق العمل. إحنا اللي قلنا فريق العمل، لا، ده الرسول عليه السلام من 1400 عام يقول فريق العمل بما جمع وبما ألهم وبما ربى وعلم الصحابة. أنا عاوز أقول أنا هبعت رسالة المعلم أنه ياخد باله من أولادنا ودائما يبشرهم ودائما يكون رفيق معهم، لين معهم، يكون بحب، هنبني بلدنا العظيمة مصر. الله. الرسالة الثانية حضرتك ده، لا ده الرسالة الأولانية دي رسالة نعم جميلة. نعم نعم رسالة نعم رائعة جدا. نعم الله يبارك فيك يا دكتور سعد، الله يفتح عليك ويفتح عليك يا رب. اللهم يبقى حضرتك بتقصد نعم بال يعني أنه إحنا لازم نربي الجيل الأول. نعم. يعني ربي أبنائنا الأول. طب نعم مين اللي هيربي لنا أبنائنا؟ المعلم. نعم. فلازم الاهتمام بالمعلم أولا يعني، والمعلم اللي هو يوصل رسالة صحيحة نعم إلى أبنائنا، وبالتالي مش هيبقى فيهم التطرف والتشدد والتنطع والأمور نعم اللي بتحصل ديت. نعم. مش كده برضو؟ نعم. طيب ناخد اتصال الأول ونكمل إن شاء الله. شيخ فكري من الدقالية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ فكري. إزيك يا معالي الباشا؟ إزيك يا حبيبي، أهلا بيك. يجعلك مستور يا رب، والعاملين على هذا القناة يا رب يا رب، الذي هي بتاعة الغلابة والمساكين. الحمد لله الحمد لله. والدكتور محمد حسان أصلا راجل صالح، وأبوه صالح ووالدته صالحة ومن عيلة صالحة. الله يكرمك يا حبيبي. جينا أن احنا المساكين نتصل بهذا القناة الذي ان احنا نعبر عن راينا، لان احنا الفريق المهمش في هذا البلد، واحنا بنقول لقضاء مصر مش لكم بارك الله مصر، لان هي كلمه مصر لا هتروح
خدانا عالية في السماء إن شاء الله، وأنت القدوة بتاعتنا وأنت الحباية. وأنا بقول للزن يا جند مالكش بركة إلا الغلابة، التلاتين في الدنيا بتوعك اللي هم في البحيرة ولا هم في السماء مش هيغنوك عن أي حد، إن أنت ربطاع ربنا، وخليك مع الله وخليك مع هذا الشعب الغلبان المسكين اللي احنا مش عدنا عارفين ناكل، أقسم بالله ما عدنا عارفين بيه ولا نشتري ولا نمشي في هذا البلد الحبيبة اللي هو هيحرسها الله سبحانه وتعالى. بقول لك اتق الله فينا عشان خاطر رسول الله حبيبنا رسول الله. والله يا استاذنا قبل يا سجيني ما عدنا عارفين نشتغل في القريات ولا في هذا البلد، واحنا بنقول يا دكتور ميسي على بركه الله، وهو اللي جاب الله وربنا هو اللي هيخليه لنا ان شاء الله، وكلمه حق هيقولها. وارجو منك يا استاذ محمد سجيني تبلغ تحياتنا وشكرنا لاستاذ الرئيس حسني دسات الدكتور مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركة الله، وأنا آسف لإزعاجك، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أبدا، ولا إزعاج ولا حاجة، كلمة من القلب، كلمة من القلب والله يا شيخ فكري، بارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك يا رب. الحاجة سناء من اسكندرية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة. حياكم الله وبارك الله فيكم، وجعلنا وإياكم من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. عايز ممكن أقول حاجة؟ تفضلي يا حاجة. عايز أقول بفضل الله ما يحدث الآن وما نحن فيه من فوضى واضطراب وعشوائية في اتجاهات كثيرة شيء طبيعي، لأنها مرحلة فاصلة بين نظم فاسدة لعشرات السنين وعهد جديد، وبين الحق والباطل. ندعو الله عز وجل أن يكون عهد خير ونور وبركة وأمان وسعادة على الكل، مسلمين ومسيحيين، وشريعة ربنا هي المهيمنة بإذن الله على كل الشرائع الوضعية، لأنها من لدن العليم الخبير الحكيم المهيمن، وإنها كاملة شاملة شافية وافية لكل جزئيات الحياة، وهي صالحة لكل زمان ومكان وحال، وكلام ربنا واضح وبين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن يكون هدفنا الأول والأخير إعلاء كلمة الله بطريقة يرضى الله بها عنا. كيف نتغير إلى الأفضل والأحسن والأخير؟ نهجر المعاصي إلى الطاعات، نهجر الكسل إلى علو الهمة والنشاط، ونعمل جميعا على إعمار الأرض إعمارا يرضى الله به عنا، وكل في موقعه بإتقان العمل وبطموح وأمل، وكما يقول ربنا: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين والمؤمنون. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومثال للجدية والمثالية حتى آخر اللحظات ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو كان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ولا ننسى أننا في دار ابتلاء وسجن المؤمن، فلا بد من الصبر، وما أجمل عواقبه، ومنها: وبشر الصابرين، وما أجمل الطموح وعدم اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وما أجمل العطاء الرباني، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفقنا الله جميعا إلى ما يحب ويرضى، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا كثيرا. شكرا شكرا يا حاج سناء، بارك الله فيك. اللي الناس ما شاء الله مفعلة معانا الحمد لله، وموضوع جميل خالص. ورسالة أخرى يوجهها الدكتور السعدي إلى من؟ الأب والأم ولا المين؟ والله إحنا هنمسك الأم والأب طيب والمعلم. طيب فضل. المعلم ممتاز والله. نحن نوجه هذه الرسالة للمعلم وكل المعلم برضو. يا دكتور سعدي أنا عايز أقول حاجة. فضل حضرتك. إنه لازم برضو المعلم لأنه مربي فلا بد أن يعلم نفسه. يعني حتى يكون مربيا فلا بد أن يعلم نفسه، أن يعني يثقف نفسه. يعني أنا ملاحظ حاجة إنه يعني أكيد حضراتكم تتفقوا معايا فيها، إنه الكثير من المعلمين بينصرف إلى المنهج الدراسي بس فقط، إنما الجانب التربوي هو اللي حضرتك اتكلمت عنه دلوقتي وممتاز. أنا عاوز أوجه كمان رسالة بسيطة لأخي وحبيبي المعلم. المعلم ده كباني أجيال ومؤسس فكر لا يستصغر أي شيء يقوله في سبيل توجيه أولادنا وتربيتهم. وفي مقولة عظيمة جدا اتعلمناها من أساتذتنا في التنمية البشرية بتقول، وأتمنى أن كل شخص سمعنا الآن يطبقها: ليست القيمة فيما نملك، ولكن القيمة فيما نقدمه مما نملك.
المعلم يمتلك الكثير والكثير ولا يستصغر ما يقوله، فأنت تقول وتوجه وتربي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان أحسن النية أنه يربي جيل مبشر طيب جميل رائع يبني الأمة ويطور الأمة ويطور الفكر، إذا استشعر النية الله سبحانه وتعالى ربنا بيبارك في كل كلمة بيقولها. فأنا بقول له لا تستصغر العمل، أنت تقول والرعاية من الله سبحانه وتعالى. فأنا بشبه المعلم كالفلاح في الأرض يضع البذرة في الأرض ويضع عليها التراب، من يسوق لها الهواء والماء؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت قل وتكلم وتحدث ووجه، وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى سيثمر خيرا إن شاء الله في وقت من الأوقات عندما يسوق لها هذا الهواء وهذا الماء وهذا المطر، فلا تستصغر هذا الشيء. هذه الكلمة أريد أن أقولها لأخي المعلم قبل أن أنتقل إلى أخي وأبي وحبيبي الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الأب أوسط أبواب الجنة، أي خير باب في الجنة. ومن الدعوات المستجابة دعوة الأب، عزيز الأب، أبي العزيز، ياريت أبي الغالي. الأب ياريت نعم. قبل الأب نعم. نسمع كده الشيخ محمد نعم حاضر. في ابتهال جميل كده لأن الله. الشيخ محمد مبسوط قوي من الحديث ده ما شاء الله. تفضل الشيخ محمد شرف الدين. تفضل. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك 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 لا تذكر به عورة امرئ لسانك 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 لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات فكلك عورات وللناس أعين وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها فصنها وكل يا عين وكل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن الله تفضل وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما وجدوها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الله عايز كمان جواب كده يا ريت والله ما شاء الله عليك. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها نظروا فيها فلما وجدوها ليست لحي سكنا جعلوها لجة جعلوها لجة
واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. تبخش علينا ما تبخش علينا. تفضل يا شيخ محمد. يا رب يا رب. اتفضل يا حبيبي. يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم رب الورى، بعثت فينا محمدا نيرا. سبحانك اللهم رب الورى، بعثت فينا محمدا نيرا، رسولك المختار، رسولك المختار من خلقك البشير للعالم والمنذر، إمامه الكتاب فيه الهدى والنور للناس جميعا سرى. أرسلته يا ربنا رحمة للناس، للناس هاديا أكبر، عليك صلي صلى الله عليك صلي عليك صلي ربنا دائما، وآله وصحبه وانصرا. تكملتها ايه؟ لا ما بس يخش الله. الله 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 يصلح حالك شيخ محمد. بارك الله فيك يا حبيبي. الشيخ محمد يعني الحقيقة نقلنا الجو روحاني جميل قوي قوي، وبعدين سبحان الله هو كأنه مشارك معانا في هذا الموضوع بالنصائح الجميلة اللي قدمها. لسانك لا تذكر به عورة امرئ. سيدنا الشافعي اللي قال هذا الله. طبعا طبعا في الأخلاق ولا مشهورة في الأخلاق في حسن الخلق. نعم نعم. الدكتور سعدي حضرتك عاوز تقدم رساله للوالد للاب. نعم. وده مهم قوي. نعم. ان هو اللي بيربي برضه يعني طبعًا. مش المعلم بس. طبعا طبعا. اتفضل يا حبيبي. الاب الغالي العزيز الحنون، عاوز اقول له دائما ابني لغه الحوار بينك وبين ابنك. لغه الحوار بين الاب وولده التي تؤسس الفكر وتبني العقل وتبني الروح، واحنا كلنا في هذا الوقت محتاجين الى بناء الروح. هذا الاب الغالي اذا استشعر الرساله اللي اتته من المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ذهب اليه شاب وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفعل ولم يتكلم الا انه ادى الحوار الرائع الناجح الذي دائما نستشعره في معاملتنا مع اولادنا. قال له يا اخي هل تحبه لأمك؟ قال لا. نفسي فداك يا رسول الله. هل تحبه لأختك؟ قال لا. لخالتك؟ لعمتك؟ فوضع المصطفى صلى الله عليه وسلم يده على قلب هذا الرجل وقال اللهم حسن فرجه وأهدئ قلبه، فخرج الولد أو هذا الشاب من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد كره ما يسمى بهذا الزنا. الحوار أنا بسميه من خلال الفكر الجميل هو عقلانية المحب. عقلانية المحب إذا كنت تحب شخص أو إنسان لابد أن تحاوره. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأى في الرؤيا أنه يذبح ولده إسماعيل، فبيقول لابنه بقى إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فبدأ الحوار يا بني، فهيكون رد فعل الابن إيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فعندما يبدأ الأب مع ولده بلغة الحب ولغة الحوار، الابن بنبنى عقله ونبنى فكره، بنقول له قبل ما تعمل أي شيء مخرب أو أي شيء ضار فكر فيه علشان ما تأذيش نفسك ولا تأذي وطنك. فرسالة الأب أن يبني لغة الحوار الناجح بينه وبين
ابنه لانه بيربيه وينميه ويكبره واحده واحده من خلال لغه الحوار. والله يا دكتور بارك الله فيك، فعلا اصله الحوار ده مش موجود في معظم العائلات فعلا. نعم نعم. لانه في اسباب كثيره، يعني احنا ممكن لو الوقت يتسع، لكن الوقت لا يتسع لها، لكن على راسها مثلا غياب الاب مثلا احيانا. نعم نعم. وفي السفر للخارج احيانا الاب بيبقى مشغول في العمل، يعني يطلع الساعه 7 الصبح مثلا، يرجع الساعه 10 بالليل 8 بالليل، مفيش وقت لهذا الحوار. فحضرتك يعني بتقول ايه للابن برضو علشان يساعد الوالد، لانه ما هو الموضوع مش موضوع الاب بس. نعم. واحيانا نعم. احيانا الاب يكون عايز لغه حوار. نعم. ويا ابني وتعالى وعشان خاطري ومستقبلك ومصلحتك، وبلاش تطلع مظاهرات، وبلاش تمسك الطوب، وبلاش تكسر، وبلاش تولع، وبلاش تحرق، وبلاش تخرب. ويقول له انت مالك، انا راجل وطني، انا بدافع عن بلدي. نقول للابن ايه برضو يعني لازم؟ الابن العزيز الغالي عاوز اقول له اسمع لابيك وانصت لابيك، فما يوجد على وجه الارض جميعا يحبك في هذه الدنيا غير ابيك. الله. واذا سمعنا كلام الاب واستشعرنا حبه لينا، مش ممكن ابدا ان احنا نخرب او نكسر او نهدم وطننا او نهدم اسرتنا. عاوز اقول للابن اذا اردت النجاح في الحياه عليك ان تصلح العلاقه بينك وبين ابيك، واذا اردت ان تنجح نجاحا عظيما فاصلح العلاقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الله. هذا الصحابي الجليل لما قالوا انت يا حبيبنا يا اخونا يا صديقنا، انت دايما محبوب ومقبول من الناس وجميل ورائع، فقال لهم لقد اصلحت ما بيني وبين الله فاصلح الله ما بيني وبين الناس. الله. اذا اردت ان تصلح علاقه بينك وبين ابيك فاصلح علاقه بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. واحنا دايما بنقول ان الصحابه عندما حملوا هم هذا الدين اصلح الله لهم هذا الطين. جميل جميل. نعم نعم. هنختم بيها الفقرة الأولى. نعم. ونكمل الله. إن شاء الله فقرة تانية. بسم الله. بنشكر حضرتك وبنشكر الشيخ محمد. حضرتك بعد الفاصل يعني هنستأذن من حضرتك وندخل ضيف آخر، وانت شرفتنا يا شيخ محمد، شكرا جزيلا. هناخد فاصل ونكمل بعد هذا الفاصل في رحاب الأزهر. والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله، والنصر ما أبهى شرعٌ يحفظنا يدعو للبهجة والبشر. الرحمة فيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني. والفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله، والنصر ما أبهى شرعٌ يحفظنا. أهلا وسهلا بحضراتكم في رحاب الأزهر ورسائل مصرية. وفي الفقرة الأولى فضيلة الأستاذ دكتور السعد نصر، أستاذ التنمية البشرية وخبير التنمية البشرية، وجه كده رسالة جميلة ورائعة إلى المعلم، وذكر بيت المرحوم أحمد شوقي رحمه الله: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. ورسالة أخرى وجهناها أيضا إلى الوالد، وكيف يكون الوالد مربيا علشان نطلع جيل يحب مصر، يحب دينه ويحب مصر أيضا. سألت الدكتور السعد نصر عن الابن نفسه كيف يطيع، الابن نفسه كيف يساعد الوالد على وصول هذه الرسالة. انضم إلينا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور عمرو أبو طبل، وهيكلمنا كده عن قصيدة جميلة. هو الدكتور عمرو زارني في القناة قبل فترة وعرض علي الحقيقة ديوان جميل
معتمد من وزارة الثقافة المصرية، واخترت منه كده قصيدة رائعة هتسمعوها دلوقتي من الدكتور عمرو أبو طبل. أهلا دكتور. أهلا وسهلا. يا أهلا بيك، نورنا يا دكتور. الله يكرمك. الله يبارك لك كده تعقيب على الكلام الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني أحب أعلق على حديث حضرتك مع الأخوة الأفاضل أن مصر إن شاء الله ليس خوف عليها أبدا، يعني مصر آمنة إلى يوم القيامة بإذن الله، وذلك بفضل الله عز وجل. والله عز وجل ذكر في محكم آياته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. فالأمن والأمان لمصر إلى يوم القيامة، فيعني مصر في أمن وأمان ولا خوف على مصر أبدا أبدا أبدا. لأن لما أنا وحضرتك مثلا نقول إن شاء الله، فإحنا بنعلق المشيئة على الله عز وجل، لأن نحن ما نعرفش الغيب. نعم. ولكن لما الله عز وجل من فوق سبع سماوات يقول إن شاء الله، هذا للتأكيد وللإقرار الأمن والأمان لمصر إلى يوم القيامة. نعم. فما فيش خوف على مصر. سمعنا أبدا. يا دكتور القصيدة الجميلة بتاعتك إن شاء الله. القصيدة بعنوان عذرا رسول الله. دي كانت في أعقاب أحداث الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني دي من باب نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو حتى بالكلمة يعني. فضل. أشرقت الأرض بنور وجهه، ويخبو ضياء الشمس عند ضياك، هذا محمد قد جاء بنور الهدى، فأبصر الخلق واهتدوا بهداك. أنت محمد محمود وأحمد، نعمة مزداة رب الكون قد ناداك، مدثر مزمل طه ناداك الجليل بكنية، أليس الله قد كافاك. خلق عظيم وخلق جميل، فسبحان من سواك، تسمو بخلقك فوق الخلائق كلهم، فلا عجب، أليس الله قد رباك. أرسلك رحمة مهداة ونعمة مزداة، فقل لي بربك هل بلغ مقامك أحد سواك. إذا رضيت رضي الكون بأسره، ورضى رب العرش في رضاك. رميتم بالإفك نبي الهدى، والله من فوق سبع قد كفاك. صلوات من الله عليك يا نور الهدى، ما غضبت لنفسك قط، ورضى الله منتهى رضاك. هب الأنام في صيحة، في صرخة، في زجرة، قد ساءهم ما ساءك، وكل الأنام فداك. مكبرين مهللين أرواحنا، أموالنا، أولادنا، كل يا حبيب الله يهون سواك. اشتعلت الأرض تحت أقدامهم بنحيبهم، اشتعلت الأرض تحت أقدامهم بنحيبهم، فكيف تحلو الحياة من بعد نبي قد هداك. وكيف تهدأ نفوس قوم احترقت قلوبهم بنار غضب لا يطفئها إلا محياك. هب الأنام في صيحة، في صرخة، في زجرة، قد ساءهم ما ساءك، وكل الأنام فداك. مكبرين مهللين أرواحنا، أموالنا، أولادنا، كل يا حبيب الله يهون سواك. اشتعلت الأرض تحت أقدامهم بنحيبهم، فكيف تحلو الحياة من بعد نبي قد هداك. وكيف تهدأ نفوس قوم احترقت قلوبهم بنار غضب لا يطفئها إلا محياك. فسلوا الخلائق كلهم حين اهتدوا بهداك. سلوا الخلائق عن حبهم لخير الورى، ما الذي دفعهم لهواك. سلوا السحاب حين كان يظله، ما الذي أجراك. سلوا الجذع الذي كان عند مقامه، ما الذي أبكاك. سلوا الشجر الذي ناداه قبل بعثه، يا حبيب الله سلام عليك في علياك. سلوا الضب الذي ناداه أشهد أنك رسول الله تباركت في علاك. سلوا البعير الذي بكى حين دنا يشكو إليك من إيلاما. سلوا أحدا تحت أقدامه، ما الذي أهذاك. سلوا بحيرة الراهب حين رآه،
سلوا بحيرة الراهب حين رآه نسي الصلاة ما الذي أنساك؟ سلوا أبا بكر يوم هجرة ويحوم حوله يا أيها الصديق ما الذي دهاك؟ شقي أبو لهب وزوجه بإذائه فسلوه ما الذي أشقاك؟ سلوا عتبة وشيبة يوم بدر حين هوى ما الذي أرداك؟ سل المسلمين إذ نجاهم بك الله، سل المسلمين إذ نجاهم بك الله من خزي يومئذ، وسل بني يهود ما الذي أخزاك؟ سلوا الورى يوم لقائه من الذي أنجاك؟ فحق لأرض أن تشرق بنوره، وحق لشمس أن يخبو ضياها عند ضياك. فهذا محمد قد جاء بنور الهدى، فأبصر الخلق واهتدوا بهداك. فيا رسول الله طبت حيا وميتا، فهنيئا لمن قد رآك. ولا تحزن لما هزئوا، فإن رب العرش قد كفاك. واستغفر لنا تقصيرنا في نصرتك، فهذا حالنا ظاهر بين يداك. ويا ترانا ويا ترانا ما نقول لك في يوم طامة عند الحوض حين نلقاك. ما أعددنا لذاك يوم كثير صوم، وما عندنا كثير عمل، ولكننا نهواك. فيا حبيب الله هل من شفاعة؟ فيا حبيب الله هل من شفاعة لعبد أحبك دون أن يراك؟ فأستحلفك برب العرش الذي سواك، لتشفعن لأعين بكت من ذكراك. الله 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 يا دكتور عمرو، ما شاء الله عليك. انا فخور بيك والله، سعيد بيك جدا. وانا بقول للناس كلهم، الجماعه اللي بيحاولوا ان هم يعملوا تشويش على فكر المصريين ويعملوا بلبله في هذا البلد ويعملوا يعني ثوره مضاده ضد هذه الثوره، تعالوا شوفوا شباب مصر، هم شباب زي الفل. الدكتور عمرو صيدلي على فكرة، والدكتور سعدي نصر خبير في التنمية البشرية، وبنستضيف القراء من الشباب وبنستضيف المبتهلين. شوفوا شوفوا يا أصحاب التوك شو، وسجلوا هذا الكلام عليا، تعالوا شوفوا الشباب على هذه القناة، وتعالوا شوفوا علشان تسعدوا بهذه النماذج اللي احنا بنقدمها لحضراتكم. دول شباب مصريين، هم لا بيحدفوا بالطوب ولا بيقولوا الإعلان الدستوري ولا بيخالفوا قرارات رئيسهم وولي أمرهم، ولا بيناقشوا الجمعية التأسيسية، ولا شغلين نفسهم بهذه الأمور، وإنما شغلين نفسهم بما هو أرقى وما هو أكبر وما هو أعلى كثيرا. أنا فخور بيك والله، الله يكرمك. بارك الله بس فيكم. تعليقا على كلام حضرتك، زي ما قلت حضرتك، ما فيش خوف على مصر أبدا، ربنا سبحانه وتعالى حفظها إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن الخوف دي اختبارات وابتلاءات من الله عز وجل عشان يمحص مين اللي هيثبت ومين اللي هيتزعزع. ثابتين إن شاء الله بإذن الله. دكتور سعدي، حضرتك يعني برضو أنا معجب قوي بالرسالة اللي قدمتها، ما شاء الله موفق. وإحنا عاوزين نعمل، وحضرتك يمكن تتفق معايا في هذا، وأنتم جميعا الناس كلها بتتفق معايا في هذا، من أصحاب العقول النيرة يعني، إن إحنا نعمل ثورة على السلوك، زي ما عملنا ثورة ضد ديكتاتور نعمل ثورة أيضا على السلوك، لأنه في ناس بتحاول تهدم هذه الثورة، اللي بيطلعوا لنا كل شوية على القنوات، بيتنططوا كل شويه على القنوات دول، وبيتنقلوا من قناه لقناه لقناه، واحنا عارفين بياخدوا ايه، وعارفين مين اللي بيديهم، وعارفين هم عايزين ايه. فحضرتك تعمل لنا الثوره ديت على السلوك ازاي؟ والله انا ثوره السلوك على اي سلوك خاطئ، على السلوك في الشارع وفي البيت وفي المدرسه وفي الجامعه وفي اي مكان يقدر يضر بلدنا. نعمل ثوره على الأخلاقيات الغير طيبة، نعمل ثورة على الثقافة التي تدنت، وهذا ليس بثقافة المسلم الحق. هذه الثقافة نحن بإعادة بناء، بإعادة ثقافة مرة أخرى. احنا ديننا يدعونا أن نكون ذو أخلاق حسنة. الثورة على السلوك، إذا أردت أن ترقى، وإذا أردت أن تنهض، وإذا أردت أن تكون بلدك عظيمة، لابد أن تستشعر قيمة ذاتك وقيمة نفسك. أعظم اكتشاف في البشرية هو اكتشاف المرء لنفسه. عزيزي الشاب، لابد أن تهدم السلوك الخاطئ،
لابد أن تقلل من الهدر، هدر الطاقة وهدر الوقت وهدر الإمكانيات. أنت فيك من النعم العظيمة التي يجب أن تستشعر قيمتها. إذا قدرنا نقدم كل شيء عندنا أو القليل ما عندنا، المرء المسلم والإنسان بشكل عام عنده حاجات عظيمة جدا جدا، عنده طاقة وعنده فكر وعنده منطق وعنده وقت. لا ده الوقت ده هنتكلم عنه بعدين بعد الاتصال. نعم. ده ان شاء الله باذن الله. الاخ احمد من اسوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ احمد، اهلا وسهلا. الله هذا الجمع الكريم. اسوان كده يعني احنا يعني الاتصالات بتاعت اسوان قليله، فانا سعيد جدا جدا بحضرتك وباهل اسوان ويعني اهل مصر اللي فيهم الطيبة وفيهم الأصالة، لأن أسوان ديت من المدن ومن المحافظات العريقة في مصر، فإحنا سعداء بيك وبأسوان كلها. بارك الله فيك، ويصل العين رؤياك وفي الله فارق القلب حبيب. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. أود أن أقول إن الله لا يغير ما حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكل خير في العودة لله، وكل شر وضلال في البعد عن منهج الله. لا خير ولا صلاح إلا في تطبيق شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأود أن أقدم رسالة لكل مصري وأقول: انهض يا مصري وتقوى، فالواقع ذل يؤذيني. أحوال الأمة أنستنا عزتنا بلغت للصيني، وعدوي لي يبغي الشر وبكل قواه يرميني، وبعرض من هذه الدنيا يشري المفتون ليغويني. للأمة سلف قد رحلوا عزتهم قامت بالدين، أعلام في كل مكان فخطاهم قبس يهديني، والله الكاشف للغمة والله القادر يحييني، بكتاب الله وبالسنة لا شيء سواهم ينجيني، والخير سبيل للنهضة يعلو الإصلاح ويشتيني، ولمصر دعائي ووفائي يحفظها الله من الشين، لضيوفك شكري ودعائي وجزاكم كثيرين. يا سلام يا سلام، ايه ده، ايه الجمال ده كله، ان شاء الله شكرا شكرا ما شاء الله. ده ايه حلقه الشعراء ديت يا احمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. دكتور كنت بتقول للشاب المصري ان هو بدل ما يروح يقف، انا في حاجه مش قادر استوعبها، يعني هو بيشتغلوا ايه اللي نصبين خيام في ميدان التحرير دول؟ يعني انا سالت نفس السؤال ده، بيشتغلوا ايه؟ أنا لما أروح أسيب بيتي وأسيب أسرتي وأسيب أهلي، وإذا كنت متجوز أسيب أولادي أو زوجتي، وأروح أنصب خيمة في ميدان التحرير أشوه منظر بلدي وأنام هناك، مش عارف أنا عايز إيه، بيشتغلوا إيه، بيعملوا إيه، عايزين إيه؟ يعني أنا ساعات أسأل. بتقول إن هو يستثمر جهده. نعم. يستثمر وقته. نعم. فضل كمل. يستثمر وقته لبناء بلده. عاوز تعرف قيمة نفسك كمصري، اخرج بره بلدك، هتعرف ان تراب مصر العظيم يجب ان نقبله في كل وقت، فانت عظيم ببلدك. حضرتك كنت بتحاضر في السعوديه. نعم. مش كده؟ نعم. بلاد الحرمين الشريفين بلد عظيم، ومن فضل الله سبحانه وتعالى اكرمونا في بلادهم واكرمونا بكل الخير اللي عندهم، ودايما يعني بنقول للشباب حافظ على وطنك، حافظ على بلدك. المانيا بعد الثوره الشباب قالوا احنا هنقدم نص وقتنا لبلدنا. انت بقى قدمت ايه؟ ايوه انت قدمت ايه؟ لازم نقدم. انت عندك وقت وعندك مال وعندك طاقه وعندك قوه، ماذا قدمت لبلدك مصر؟ بدل ما اهدم مصر لازم اساعد على بناء بلد مصر. عزيزي الشاب انتبه، نحن في مفترق الطرق، اما ان نرقى واما ان ندنو، لابد ان نرقى، نرقى بفكرنا ونوجه طاقتنا التوجيه السليم بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب يا دكتور، يعني حضرتك شايف انه حضرتك قلت المعلم وقلت لي الطالب، بس هناخد ام محمد ونكمل الحديث بتاعنا ان شاء الله. اخت ام محمد اكتوبر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي الفاضل. شكرا يا ام ضيوفك الكرام. الله يكرمك. الله ان يجعلكم دائما للخير يا رب العالمين. يا رب. لو تسمح لي يا اخي محمد، بس انا اخي الفاضل اقول كلمه بس على اللي احنا فيه. يعني دلوقتي احنا فعلا برنامج بنت وحضرتك بتتكلم فيه التربيه، فعلا احنا عايزين نخلي اولادنا يعني حب الدين اولا وحب الوطن، لان حب الوطن من الدين، فعايزين نزرع فيهم فعلا حب الوطن والثبات على الحق. عايزين الثبات على الحق،
وعايزه يعني اوجه كلمه اللي بيحصل دلوقتي ما هي الا تصفيه حسابات ونفوس واستيلاء على كراسي، لكن انا نفسي حد يعمل البلد دي. طب انت من حقك تتظاهر، بس تتظاهر بسلميه، ما فيش تخريب، ما فيش تعطيل للمصالح، ما فيش حتى بيات لانك انت بتعطل العجل في الانتاج. سبحان الله، يعني احنا بنحترم الراي والراي الاخر، بس يعني احترم رايك اي نعم، بس ما يكونش في تجاوز او تطاول. يعني انت لما سبحان الله لما بحس ان هو في تطاول، وخصوصا يعني قنوات احنا عارفينها وقنوات اعلاميه بيريدوا هدم البلد دي، عايز اقول لهم والله العظيم طب ما انت حاولتوا قبل كده، لكن اللي انتوا ما تعرفوهوش ان ربنا سبحانه وتعالى لما يحب ينصر الحق واهل الحق، ما فيش اي قوه في العالم هتقدر تمنعه. سبحان الله، الارض ارض والسماء سماء، مش هتقدر تعملوا اي حاجه خالص. وعايزه اقول ان الشعب المصري مش شعب ساذج ولا حاجه، لا ده شعب ذكي جدا وبيحب الله اولا وبيحب وطنه ثانيا. فانا عايزه اقول ان احنا يعني لما بيبقى في ازمه بعرف ان الشعب ده بيقف في الازمه وقفه فعلا ايجابيه وواقفه على حق. فعايزه اقول ان القرارات اللي اتخذت دي، لما كلنا والثوار وغير الثوار حتى المعارضين دلوقتي كانوا موافقين على اقاله النائب العام وكل الحاجات اللي جابها الرئيس، كل القرارات اللي عملها، هو انتوا معاكم عليكم يعني؟ هو انا يعني معلش يعني هي بتتقال في كل حته، هو انا يا فيها يا فيها؟ ما تقف مع الحق شويه، بلاش تتلونوا بالوان الطيف دي. انا نفسي كل الناس دي تعمل مصلحه الله اولا ثم مصلحه الوطن. وانا بحيي شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان، الكلمه اللي وجهها امبارح كانت جميله وشرحت صدورنا والله بعد يعني ازمه في صدورنا وحزن شديد، لكن هو دي رفع عنا شويه وقال فعلا اللي يخلص الله اولا النيه ثم نقعد ونتحاور مع بعضينا عشان ننهض بالبلد دي. واحنا كل ما نيجي خطوه لقدام يرجعونا 100 خطوه لورا. مين لصالح مين؟ انت ما يعني نفس الناس اللي هي خسرت في انتخابات او عملت وسوت، ما تظهرش بصوره وطنيه اكثر ما انت تحب يعني اخلص لله واخلص الوطن، وهتلاقي الناس هي اللي بتحبك. الحب ده من عند ربنا، مش واحد بيعمله خلاص عشان يبقى فيه زعامه وهو اللي هنا وهو اللي وطني. يا جماعه والله العظيم والله انتوا الخاسرون. اللي هو يسلم نيته لله سبحانه وتعالى ثم يبني هذا البلد، والله العظيم ربنا شايفه وربنا مطلع عليه، وخافوا بقى من الله شويه سبحانه وتعالى. ويعني بقول للمخالفين لو فيكم ناس فعلا وطنيين وبيحبوا البلد دي، يعني خالفوا بس من غير تخريب. يعني انا احترم رايك بس ما يكونش في تجاوز عليا، زي ما انت انا اسمعك وانت تسمعني ليه، ما يكونش في حوارات هادفه وبناء مش هدامه. انا اللي بشوفه دلوقتي سبحان الله يا استاذ محمد في الاعلام هدام، والله هدام. فاتقوا الله شويه يا ناس، واعملوا الصالح لله اولا ثم للبلد دي، واسال الله ان يجزيكم عما خير الجزاء ويوفقنا ويفك يا رب كربنا ويفك ازمتنا ويجمعنا جميعا على كتاب الله وسنه رسول الله. والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. احييك يا ام محمد، و احيي كل نساء مصر اللي انت بتكلمي بيه يعني بلسانهم ما شاء الله عليكي. ومعايا حبيبي ابو يوسف من ايطاليا، بحبك في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام محمد السجيني، وبارك الله فيك وفي ضيوفك الكرام. يا رب. اولا اتصلت كي اسلم على فضيلتك لانني استقصى بكلام مع فضيلتكم. الله يكرمك. وثانيا اقول يا اهل مصر انتم عظماء، وأنا أفتخر بكم، ولولا أنني مغربي لتمنيت أن أكون مصريا. لقد أحببنا مصر ورجالات مصر وشيوخ مصر لأنهم أناروا لنا الطريق وسددونا وعلمونا. نعم يا أخي محمد، إننا نحب المصريين وتعلمنا من هذه القناة الكثير الكثير. وأنا أقول يا أهل مصر اتركوا تلك القنوات الهدامة واتجهوا إلى القنوات الإسلامية، والله سوف تمهد لكم الطريق وتعلمكم أشياء لم تعلموها. تعلمنا الفقه وتعلمنا العلوم الشرعية وتعلمنا أشياء جميلة من هذه القناة الكريمة. أقول لكم إن مصر إن شاء الله بخير 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 بإذن الله، وستكون في الأمام وإلى الأمام وإلى الأمام. بارك الله فيكم أخي محمد، وحفظكم الله وسدد خطاكم وجعل ما تقومون فيه بمثال حسناتكم. وثانيا ودائما وأبدا أقول إنني أحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بحبك في الله والله يا أبو يوسف، ومكالمة جميلة ورائعة. نشكرك على اتصالاتك ديت معنا مع قناة الرحمة، وتحياتي لكل الجالية الإسلامية في إيطاليا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي العالم كله. وإحنا بنشكركم على تواصلكم معنا. امبارح بس سمعت إنه في أمريكا بيشوفونا على الإنترنت، يعني ما شاء الله بيتابعوا المسلمين في أمريكا بيتابعوا
هذه البرامج الجميلة القيمة على قناة الرحمة على الانترنت، وفي ناس دلوقتي بتشوفنا وبتحاول تتصل بينا، نشكركم شكرا جزيلا. دكتور عمرو عندك حاجة عايز تقولها؟ لي طلب، يعني رسالة لسيادة الرئيس الأستاذ دكتور محمد مرسي، يعني بطلب منه بسرعة إنشاء مجلس أعلى لتطبيق الشريعة الإسلامية. مجلس أعلى لتطبيق الشريعة الإسلامية. ده بيتكون من هيئة كبار العلماء من الأزهر، بيتكون من مشايخ القضاء بيرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، وبيتكون أيضا من أساتذة القانون في كليات شريعة وقانون الخاصة بالأزهر وكليات الحقوق المنتشرة في على مستوى الجمهورية. ده مجلس أعلى لتطبيق الشريعة الإسلامية. نعم حضرتك. نعم. وده من يعني أهم اختصاصاته هو وضع آليات محددة لكيفية تطبيق الشريعة الإسلامية في خلال إطار زمني محدد. ويا رب الرسالة بتاعتك يعني تكون، ودي ما لهاش علاقة لا بالدستور ولا ليها علاقة بمجلس شعب ولا مجلس شورى ولا ليها علاقة بالدستور نهائي، وهي رسالة أكيد من قلب شاب مصري. نعم. ربنا يتقبل منك، ولكن هي أولى الخطوات الحقيقية لتطبيق الشريعة الإسلامية. بارك الله فيك يا دكتور. الدكتور السعدي، أنا عايز نبقى شعب عملي. نعم. ازاي يعني مش نبقى شعب تظاهر وشعب لسانه طويل وشعب تناحر وتنافس وشتيمه ونعلي صوتنا على بعض، زي ما اختنا ام محمد قالت، احنا عايزين نبقى شعب عملي. ازاي؟ شعب عمل بكل بساطه ان كل واحد ينتج ويجتهد ويتقن عمله، وعشان تكون عملي لابد ان تستشعر الرساله السماويه التي أتتك من رب العباد سبحانه وتعالى. نعم. أعظم رسالة في الكون هي الرسالة القرآن الكريم الذي نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسالة بتوجهنا أن احنا نكون منتجين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. نعم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فلا يقوم حتى يغرسها، حتى الساعة بتقوم والفسيلة دي كم عمرها عشان تجيب التمر؟ أقل شيء يعني 5 سنوات، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يستشعرنا على العمل، العمل ثم العمل ثم العمل. هو ده أعظم شيء نطبقه عشان نكون ناس عمليين وشعب عملي بنخاف على بلدنا ونحافظ على بلدنا. طيب الجماعة اللي يعني ألسنتهم طويلة دول، يعني أنا شفت في لقطة والله العظيم اشمئزيت منها، مجلس نقابة الصحفيين عامل اجتماع دوري. الاجتماع الدوري ده أنا عرفت إن ليه جدول عمل، جدول عمل يخص الصحفيين. نعم. يعني حياتهم مستقبلهم مهني، جدول عمل مهني. نعم. فقط يعني. وبعدين فإذا بمجموعة من المجلس من الصحفيين يقوموا ويهتفوا ضد النقيب وبألفاظ نابية، وبعض القنوات تطلع هذه الألفاظ النابية، فإحنا يعني في القضاء يعني في اجتماع لنادي القضاء، وإذا بنا نسمع ألفاظ نابية في اجتماع لنادي قضاة مصر، نسمع ألفاظ نابية جدا. وهذه الألفاظ القنوات اللي أختنا دلوقتي محمد قالت عليها بتطلعها وتبرزها، ويا عالم، لأن العالم بيشوف الكلام ده، شوفوا إحنا وضعنا إيه. هنقول لي يعني دول ايه يعني ربنا يهديهم. اللهم امين رب العالمين. اللهم امين. احنا بنقول ان لازم نتكلم عن نفسنا كويس وعن اسرتنا كويس وعن وطننا كويس، مهما كانت السلبيات اللي موجوده يجب ان نخفيها لانفسنا حتى نعالجها. لا 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 معلش معلش، حتى نعالجها معلش، لازم نتكلم عن نفسنا كويس. نعم. ونتكلم عن بلدنا كويس. نعم. ونتكلم عن ديننا كويس. كويس. نعم. يا سلام. نعم. جميل جدا. احنا ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كنت بتناقش مع الدكتور عمرو قبل دخول هذه الحلقه وبيتكلم معايا على اخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما كان يمشي في المدينه ووجد امراه عجوز، هذه المراه تحمل اغراضها على كتفيها، فرق قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه المراه صلى الله عليه وسلم، فقال يا امه الله عنك، شال عنها حملها وذهب بها الى اخر المدينه. وعندما وصلت الى بيتها قالت يا اخي يا بني انك فعلت بي معروفا ويجب أن أكافئك، ولكن ليس عندي ما أكافئك به، ولكن سأنصحك نصيحة. يقولون أن هناك شاب يدعى محمد يقول أنه نبي، إذا قبلته لا تؤمن به فإنه ساحر ومجنون وكذاب. فقال لها يا أمة الله أنا محمد.
فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة جميلة وبسيطة. الرسول صلى الله عليه وسلم حقق أو كسب إيمان امرأة من خلال السلوك الطيب والأخلاق الحسنة. ومن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تشغله هموم الأمة والجيوش والحروب والدعوة إلا أنه لن يستصغر أنه يؤدي رسالة مع هذه المرأة. إحنا نقدر بأخلاقنا الجميلة وبسلوكنا الجميل وثقافتنا الرائعة نخلي بلدنا أجمل بلد. بس إحنا نستشعر قيمة أنفسنا وقيمة ديننا العظيم. لو تسمح لي يا شيخنا الفاضل أتكلم حضرتك عن قصة قرأتها في أحد الكتب، وده كان كتاب لأحد الأساتذة الأفاضل، بيتكلم عن جيفري أستاذ دكتور جيفري لانج، أستاذ دكتور بأمريكا وكان يدرس علم الرياضيات. وهذا الرجل أكثر من مرة رأى في المنام أنه يجلس في مكان، هذا المكان ليس به أي متاع من متاع الدنيا، لا أموال ولا صالونات ولا أي شيء، إلى أنه وجد رجلا يؤم الناس ذو عباءة بيضاء، ورأه صف من الناس ينقضعون لأمره، يسجد فيسجده ويجلس فيجلسه، فبدأ يحلم أن يكون مثلهم. وفي يوم من الأيام واحد من الناس عرض عليه رسالة الإسلام سبحان الله العظيم، فأول ما قرأ القرآن بدأ يبكي وقال مقولة عظيمة، قال إني أرى أن القرآن يقرأني قبل أن أقرأه، وكأن القرآن بيتكلم معاه اعمل كذا وما تعملش كذا. وبعدين قال كنت زمان يعني أستغرب صوت الطفل، أو الطفل عندما كان يسمع صوت أمه فيحن إليها ويسكت، الآن عندما دخلت في الصلاة ودخلت في الإسلام أحب أن أسمع صوت ربي، رسالة ربي القرآن الكريم، وأظل تحت رحمة ربي إلى الأبد. هذا هو الأستاذ الدكتور الغير مسلم الذي دخل الإسلام. إحنا بقى عندنا قيمة الإسلام عظيمة، إحنا بقى إمتى هنستشعر قيمة ديننا والكنز الذي يأمرنا بالسماحة والبساطة والوسطية وعدم العجرفة والعنطزة وعدم التكلف؟ لابد أن نستشعر أن ديننا دين سماحة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يشد الدين أحدا إلا غلبه صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى عاوزين نقول نكون بسطاء ونستشعر سماحة المصطفى صلى الله عليه وسلم والدين بتاعنا، عشان نقرأ رسالة الله إلى الإنسان المسلم اللي هو إحنا، لازم نحافظ على بلدنا ونحافظ على ديننا. شكرا شكرا دكتور، شكرا جزيلا. أنا أشكرك والله كثير على الحلقة الجميلة دي، بارك الله فيكم، جزاك الله خير على تحت الفرصة الجميلة دي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، يعني حضراتكم شفتوا استضافة لاثنين من شباب مصر، دكتور صيدلي وشاعر وأديب ومثقف دكتور عمرو أبو طبل، أستاذ وخبير في التنمية البشرية دكتور السعدي نصر، شباب كتير بنستضيفهم مبتهلين، بنستضيف قراء، بنبين رسالة لحضراتكم باعتبار الحلقة النهاردة رسائل مصرية، بنبين لحضراتكم أنه هي دي مصر، هم دول شباب مصر. وفي النهاية بحذر حضراتكم من هذه الفئة التي تحاول أن تقوض بنيان هذا الوطن. ألقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم. بالعلم تسامح.